أهلا بكم مشاهدينا في برنامج العيادة. أنا معكم وسام زين الدين، سأرافقكم أسبوعيا في هذه الأوقات لنستعرض معا آخر أخبار الصحة ونناقش مع أطباء مختصين بعض الحالات الطبية وأسباب انتشارها. كيف يمكن أن نقي أنفسنا من هذه الأمراض الوبائية؟ وما هي الإرشادات التي علينا اتباعها في حال تعرض أحدنا لحالات طبية تتطلب منا اتخاذ إجراءات عاجلة؟ سنتحدث في أولى حلقاتنا عن داء السل. في فقرة تحت المجهر سنتعرف على بنية هذا المرض، طريقة العدوى وأعراض الإصابة به، وأخيراً رحلة علاج هذا المرض. لكن دعونا أولاً مشاهدينا نستطيع معاً آخر أخبار الطب والعلوم حول العالم. كشفت دراسة بريطانية عن أن النباتيين أكثر عرضة لخطر السكتات الدماغية لاعتمادهم على طعام يخلو من المنتجات الحيوانية. كما كشفت دراسة علمية عن إمكانية العودة بالعمر البيولوجي للإنسان إلى الوراء من خلال تناول خليط من الأدوية لمدة عام. بدورها دورية جامعة للطب الباطني قالت بأن كوبين من المشروبات الغازية يومياً يزيدان من احتمالية الموت مبكراً. صحيفة الواشنطن بوست قالت بأن السجائر الإلكترونية تحوي على خلات فيتامين هاء، والتي ربما تكون مرتبطة بزيادة أمراض الرئة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذن لم يعد داء السل ذلك المرض الفتاك لمن يتبع الطرق العلاجية المناسبة. منظمة الصحة العالمية ذكرت بأنها تمكنت منذ عام 2000 من إنقاذ حياة نحو 50 مليون مصاب حول العالم من خلال المعالجة والرعاية عبر دورة علاجية. ولكن في الوقت ذاته هو واحد من أخطر الأمراض الوبائية في حال لم يتم التعامل معه بجدية. هذا الحال هو ما هو عليه في المناطق السورية وعدد من البلدان التي تفتقد للرعاية الصحية في ظل أجواء الحرب. يعرف الدرن أو ما يسمى بداء السل بأنه مرض معدن يصاب به الشخص نتيجة العدوى ببكتيريا تسمى المايكوبكتيريوم، والتي تهاجم الرئتين وقد تصيب أجزاء أخرى في الجسم منها الكلى، الدماغ والحبل الشوكي. ينتقل الدرن عن طريق الرذاذ المتطاير من شخص إلى آخر عند العطاس أو السعال أو البصق أو الاحتكاك المباشر وتنفس الهواء الملوث بالبكتيريا، إلا أن هذا المرض لا ينتقل من خلال المصافحة ومشاركة الطعام والشراب أو التقبيل واستخدام دورات المياه. وبحسب المنظمة فإن من أعراض داء السل السعال المستمر لثلاثة أسابيع أو أكثر وخروج دم مع هذا السعال، وكذلك وجود ألم في الصدر عند التنفس وفقدان الوزن والشهية لدى المصاب ووجود دم في البول في حال أصيبت الكليتان بالعدوى أو ألم في الظهر إذا ما أصيب الطحال. تستغرق رحلة العلاج بحسب الأطباء المختصين ما بين 6 أشهر إلى 9 أشهر، وقد يتسبب إهمال علاج الدرن الرئوي إلى انتشاره ليصيب أجزاء أخرى من الجسم منها العظام، الدماغ، الكلى، الكبد أو القلب. إذن مشاهدينا، بعد هذا التقرير أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو هنا للحديث أكثر عن داء السل، وهو الدكتور أحمد الحاج صالح، استشاري أمراض داخلية. أهلا بك دكتور، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل. مرحبا من جديد دكتور، وأهلا وسهلا فيك معنا. عم نحكي عن داء السل. إذا حبينا نعرف داء السل تعريف واضح وصريح لهذا المرض الذي يعتبر وباء في حالات معينة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر للإعلام والإعلاميين على قيامهم
بأداء واجبهم لإصالة الرسالة الإعلامية السامية، وأثني على ما يقومون به من جهود لتقديم ما هو الأفضل والأجود للمشاهد الكريم. كما أخص بالشكر طبعا قناتكم المفضلة على إتاحة الفرصة لي أن أحل ضيفا على قناتكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. بسم الله. الحين نحكي على مرض السل الرئوي، ومرض من الأمراض المعدية المشهورة القديمة جدا والفتاكة إلى الآن، لكون المرض يعني ينتشر حول العالم وبالذات في الدول التي لها إمكانيات محدودة، أو الدول التي تنتشر فيها يعني الأمراض لقلة الإمكانيات وقلة إمكانية محاربة المرض. نعم. فهناك دول عديدة، منها دول الآسيوية مثلا بدون ذكر دول معينة، كما أن هناك يعني بعض الدول الأفريقية والدول في جنوب أمريكا أو أمريكا الشمالية تكثر فيها هذه الأمراض بانتشار هذا المرض، وذلك أيضا لقلة يعني إمكانيات الوزارات الصحية التي تقدم مفروض يعني العلاج الشافي لهذا المرض، إلا أن المرض يمكن الشفاء منه. فالسل هو مرض وبائي من الأمراض المعدية معروفة لدى العالم منذ مئات السنين تقريبا، ويصيب في الأول بالأولوية يصيب الرئتين، وقد ينتشر إلى أعضاء أخرى من الجسم ويصيب أعضاء مختلفة سنتطرق لها في أثناء الحلقة. تسببها بكتيريا معينة اسمها بكتيريا السل الرئوي، وتصيب الرئتين، بالتالي هناك يعني إذا حكينا على الأعراض مثلا هناك نوعين من المرض. عندما يتعرض الإنسان لهذه الجرثومة التي يستنشقها الإنسان ومن ثم تدخل على الرئتين، فيقوم الجهاز المناعي باحتواء هذه الجرثومة وجعل كبسولة، ومن ثم الجرثومة تكون محاطة وتكون كامنة في الجسم ولا يحمل المريض ولا تظهر عليه أي أعراض، وهذا المريض يعتبر مصاب بالمرض لكنه لا يشكل خطر على غيره لأنه ليس معدياً للأشخاص الآخرين. النوع الثاني اللي هو يعني الإنسان يستنشق الجرثومة ومن ثم يصاب بالمرض والأعراض تبان عليه، وهذه الأعراض وهذا يعتبر خطر لأنه ينقل المرض على. طيب على بالحديث عن الخطر دكتور، إلى أي مدى هذا المرض بيأثر على الإنسان وصحة الإنسان ككل؟ نعم، هذا سؤال مهم. إن هذا المرض في الفئة الأولى التي ذكرتها يعتبر خامن حتى تنقص مناعة الإنسان. متى تنقص مناعة الإنسان؟ عندما يتعرض لالتهابات معينة مثلا مرض المناعة المكتسبة، عندما يكون هناك أمراض مصاحبة مثل مرض السكري ومشاكل في الكلى مثلا مرض الكلى المزمن، الناس الذين يعني يقومون يتعالجون من أمراض مثل السرطانات التي تهبط يعني المناعة. المرض لا يظهر إلا في حال هبوط المناعة بسبب أمراض أخرى. يعني أخرى طالما لا يوجد أي مرض. هذا النوع الأول الذي يعتبر الكامن في الجسم. قد يكون الإنسان 20 سنة 30 سنة يحمل الجرثومة لكنها محاطة عن طريق المناعة المريض الداخلية تحيط بهذا الجرثومة ولا تسمح لها بالانتشار. عندما تهبط المناعة تنتشر الجرثومة من ثم تظهر عليها الأعراض، وفي حالة هذه يمكن نشر المرض على غيره. طبعا طريقة الانتشار هي عن طريق يعني الجرثومة، عندما يعطس المريض أو يسعل المريض الجرثومة تتطير في الهواء من ثم يستنشقها غيره، بالتالي عن طريق التنفس تدخل الجسم ومن ثم تصيب الآخرين. طبعا إحصائيات العالمية تقول 11 مليون إلى 12 مليون شخص مصابين حول العالم، ومات من هؤلاء تقريبا 1,600,000. هذا كانت إحصائيات وزارة الصحة العالمية في العالم يعني. نعم. كما أن هناك أيضا أطفال
بأعداد هائلة مثل أكثر من مليون شخص، ومن ثم ماتوا منهم ربع مليون تقريبا. لذلك مرض فتاك رغم أنه هناك إمكانية علاج هذا المرض. طيب قبل الانتقال لموضوع يعني بعتذر على المقاطعة، تحدثت الدكتور عن انتقال المرض عن طريق العطس أو العطاس عند الإنسان أو حتى السعال. هاي الطريقة الوحيدة أو الطريقتين الوحيدتين اللي ممكن ينتقل فيهم المرض، أم أنه ممكن يكون في طرق أخرى لانتقال المرض؟ نعم، هو حقيقة الانتقال الوحيد هو عن طريق الجهاز التنفسي، لا توجد طرق أخرى لانتقال مرض السل. لذلك هو السل سمي سل الرئوي حقيقة، الرئوي لأنه يستنشق من الهواء عندما تتطاير الجراثيم وتكون موجودة في الهواء، ومن ثم يستنشقها المريض. طيب في أجزاء أخرى يصاب بها السل في جسم الإنسان؟ نعم، هذا نوع آخر من السل يسمونه يعني السل خارج الرئة. هذا يصيب أماكن مختلفة مثل أغشية الدماغ، إصابة الكلية، إصابة الكبد، وإصابة جميع الأغشية البروتينية، معناها الأغشية التي تغطي الرئتين، الأغشية التي تغطي الغشاء البروتوني الذي يغطي الأحشاء الداخلية. حالات هذه تسمى السل خارج الرئتين. خارج الرئتين. طيب نعم. أي واحد منهم أخطر دكتور؟ أخطر هو حقيقة اللي هو خارج الرئتين من ناحية على الشخص بنفسه، إنما هذا النوع من السل لا يصيب الآخرين. أما السل الرئوي هو الذي ينتقل وينتشر إلى الأشخاص الآخرين ويصيب الآخرين. طيب بالنسبة للأدوية، نعم، طريقة العلاج تشخيصها لهذا المرض. نعم. التشخيص ومرحلة العلاج. نعم. بالنسبة لمرحلة العلاج كم ممكن تأخذ من الوقت؟ يعني في هناك بعض الأطباء يقولون بأنها تحتاج لأشهر، هناك من يقول لأكثر من ذلك. نعم، أول شيء طبعا يعتمد على وجود السل في أي مكان، تحديد مكانه. إذا كان سل رئوي أو السل الذي يصيب الرئة يتطلب علاجه أقل شيء 6 شهور متكاملة بأربع أنواع من أدوية لمدة شهرين، ومن ثم دوائين لمدة شهر 4 شهور متتالية. واحدة من المشاكل التي يواجهها العالم هو إنه الإنسان من طبعه يمل من الأدوية حقيقة. عندما يأخذ المريض الدواء لمدة أسبوع إلى أسبوعين إلى شهر إلى شهرين يحس بالملل، ومن ثم تتحسن صحته، والمريض يوقف الدواء إما بسبب عدم توفر الدواء ببساطة، إما بإحساسه بأنه قد تحسن ومل من الأدوية، وهذا يشكل خطر لأن الجرثومة تكون مقاومة للمضادات الحيوية التي تستخدم. وللأسف يعني منظمة الصحة العالمية ومنتجين الأدوية لم يبدعوا ويتوسعوا في إنتاج هذه الأدوية. شركات الأدوية لا تنتج أدوية إلا إذا حصلت وراها مكاسب، والمكاسب لا تأتي من أدوية مثل هذه، لأنه الأمراض هذه موجودة في الدول الفقيرة والدول التي لا تمتلك إمكانيات كافية. لذلك يتسابقون في أدوية في علاج أدوية السكر، الكوليسترول والضغط التي تعتبر أمراض الدول الغنية، بينما أدوية السل تقريبا من يوم عرفناها هي نفس العدد ونفس المجموعة. لذلك هذه واحدة من الأشياء التي تسبب مناعة لدى الجرثومة، من ثم الآن منظمة الصحة العالمية تواجه حقيقة مسألة جرثومة المقاومة لمضادات الحيوية للسل. تقريبا في نوعين من الأدوية تم يعني مناعة كاملة ضدها، بالتالي وهذه يعني تعتبر مسألة خطيرة على مدى بعيد، يعني قد تؤدي إلى وفاة الإنسان حتى. رح ننتقل لجزئي ثاني دكتور فيما يتعلق بهذا المرض. طبعا بعد ما نتابع هذا الانفوغراف طبعا اللي عملناه وخصصناه ل طبعا أعداد وإحصائيات لهذا المرض في مناطق الحروب، على سبيل المثال سوريا واحدة من هذه المناطق. إذن مشاهدينا، يبدو أن مرض السل وخصوصا السل الرئوي أصبح من الأمراض التي تشكل هاجسا مقلقا في الواقع الاجتماعي والصحي السوري. نتابع هذا الانفوغراف ونعود للنقاش مع ضيفنا.
تم تسجيل 405 حالات إصابة في عام 2018، 133 حالة في إدلب، 132 حالة في حلب. في عام 2019 أعلنت منظمات طبية عن 150 حالة جديدة في محافظة إدلب فقط. قبل الحرب كانت جميع أدوية السل متوفرة لدى وزارة الصحة في سوريا، ويتم صرفها بشكل دوري من قبل المراكز الصحية. حالياً يوجد مشكلة في تأمين أدوية السل، حيث إن مريض السل الواحد قد يأخذ صادات حيوية لمدة 9 أشهر، وهذه الأنواع غير متوفرة بشكل جيد في الشمال السوري ومكلفة للغاية. اضطر بعض المرضى في الشمال السوري إلى تناول أدوية منتهية الصلاحية بسبب عدم توفرها، ويعد هذا الأمر خاطئاً للغاية لأنه يرفع من مستوى المقاومة الجرثومية للصادات الحيوية ولا يعطي الفعالية المطلوبة. المعتقلات في سوريا ساهمت بشكل كبير في عودة هذا المرض من خلال الظروف المزرية التي يعيشها المعتقلون، والتي تؤهب بشكل كبير لانتشار المرض وانتقال العدوى بين السجناء. البيئة التي تفرضها المعتقلات تعد وسطاً محفزاً للمتفطرة السلية من خلال غياب الشمس والرطوبة والتهوية السيئة والعدد الكبير من السجناء في مكان واحد. إذن مشاهدينا، بعد أن تابعنا معكم هذا الإنفوغراف الذي خصصناه عن بعض الإحصائيات في سوريا تحديداً، نعود لضيفنا الدكتور أحمد الحاج صالح للحديث أكثر عن مناطق انتشار هذا المرض. هناك من يقول بأن مناطق الحروب، مناطق النزاعات، هي مناطق خصبة لانتشار هذا المرض، وأيضاً انتقال المرض عن طريق طبعا الوسائل التي تحدثنا عنها، وسائل انتقال المرض في الجزء الأول من حديثنا. نعم، المرض كما هو معتاد طبعا يكثر في الأماكن التي تكون بها ازدحامات، ومن الازدحامات يعني أماكن إقامة مثلا المساجين، أماكن التي يقيم بها بعض مثلا يعني كبار السن، مثلا المستشفيات النفسية، أماكن معسكرات اللاجئين، كلها لأسباب يعني تتعلق بعدم وجود البيئة الصحية عند وجود التجمع. فإذا هنالك في مكان به تجمع كبير شخص مصاب، عندما يعطس الميكروبات تكون عائمة في الهواء، ومن ثم قد يستنشقها عشرات الأشخاص طبعا، وبالتالي هذا يؤدي إلى انتشار هذا المرض من شخص إلى آخر، ومن ثم تزيد مشكلة انتشار المرض. أضف إلى ذلك طبعا عدم وجود التشخيص، لعدم وجود الأمان في المنطقة حتى يكون المرض مستحوذا على المنطقة وعلى الناس ومتقدما في 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 أعراضه، ومن ثم تصعب تشخيص المرض وعلاج المرض في ظروف مثل هذه. طيب الازدحامات دكتور، هون المعتقلات هي يعني من الأماكن اللي ممكن أن يكون هذا المرض تحديدا منتشر بشكل كبير فيها. نعم، السجون التي لا توجد فيها العناية الصحية المفروض تكون موجودة بالكشف الدوري، بالفحص والأشياء هذه، طبعا تعتبر هذه أماكن ازدحام. السجون أماكن ازدحام، يعني معسكرات اللاجئين والناس المقيمين في المعسكرات في بيئة غير مناسبة، هذه كلها تؤدي إلى يعني سهولة انتشار المرض، ومن ثم يعني حتى شكوى المريض قد لا تؤخذ بكل جدية حتى يقوم الطاقم الطبي والطب بتشخيص المرض في هؤلاء الناس. لذلك لاقترابهم وبقائهم في مكان واحد يعرضهم لنقل المرض بين الأشخاص، من ثم يعني تنتشر هذه الأمراض بأعداد هائلة. وخير مثال هو التقرير الذي قدمتموه عن إحصائيات الحديثة في التي قمت بها في سوريا. مثلها مثل أي دول الفقيرة والدول اللي بها مشاكل صحية عامة. أضف إلى ذلك حتى لو شخص المريض
يفترض المريض المصاب بالسل الرئوي يكون معزول حتى لا يصيب الآخرين، وهذه يسمونها عزل وقائي، وهذا غير موجود في السجون. أيوة، الحجر الصحي بمصطلح الطبي. طبعا الحجر الصحي الإنسان لازم يكون محجوز، لا يعاشر الآخرين لمدة أسبوعين على الأقل حتى لا يسعل. إذا حصل والمريض عرف مثلا، أو النصائح الطبية تقول أن الإنسان لازم يستخدم كمامات حتى يصيب، حتى يمنع يعني أو يقلل من انتشار الجرثومة على آخرين، وهذه من وسائل التحديد من توزيع المرض. المشكلة الآخر في أماكن اللي لا يوجد بها السلام ولا توجد فيها إمكانيات كافية، طبعا الحصول على الأدوية الممتازة الجيدة طبعا هذه مشكلة أساسية جدا. ففي تقرير ذكر أنه في بعض الأماكن اضطروا استخدام أدوية غير صالحة، وهذا طبعا قد يؤدي إلى مسألة أخطر، لأنه الشخص قد يموت لكن الجرثومة لا تموت، بالتالي الجرثومة هذه تكون مقاومة أو لها مقاومة للمضادات الحيوية، حتى إذا أصيب بها شخص آخر شفاؤه يكون صعب جدا. نحن نستخدم يعني أدوية يعني نسميها الدفاع الأولي والدفاع الثاني والدفاع الثالث، الحين في بعض الأماكن وصلنا إلى أدوية الدفاع الثالث، ومن ثم حتى يعني لا يمكن MDR نسميها، يعني مقاومة لمضادات الحيوية المختلفة في جراثيم بالمستوى هذا. ومنظمة الصحة العالمية تسعى إلى محاربة أو تحديد أو تقليل من هذه، لكن هنالك يعني طاقة لكل شيء وحدود لكل شيء، وإمكانيات طبعا تلعب دور مهم جدا. شكرا جزيلا دكتور أحمد الحاج صالح، استشاري أمراض داخلية، أشكرك طبعا على وجودك معنا هنا في هذه الحلقة التي تحدثنا بها عن مرض أو داء السل. شكرا لك دكتور. عفوا لكم، ومشكورين للمشاهدين أيضا، ونتمنى أن الناس تستفيد من هالحلقة، والمستمعين واللي يسمعنا يأخذ الموضوع هذا بمحض جد في الأماكن اللي هي بحاجة إلى حقيقة، بحاجة إلى يعني، أو الذين ينتظرون الأيادي البيضاء حتى تقوم بمساعدتهم للوصول على علاج للأمراض هذه. ومنظمة الصحة العالمية بالمناسبة تسعى إلى تقليل نسبة انتشار السل، وفي 2020 تقريبا بمعدل سنويا إلى 4-5%، بينما في السنين الماضية إلى هذه السنة كان 2% كل سنة. وأمل الوزارة الصحة العالمية حقيقة، منظمة الصحة العالمية، هي من تقليل هذا المرض وتقليل الجراثيم التي لا تستجيب للمضادات الحيوية. نعم، شكرا لك دكتور. شكرا شكرا شكرا. في هذه الفقرة من برنامج العيادة نسعى إلى تعريف المشاهدين على عدد من المصطلحات الطبية لتكوين فكرة عامة عن بعض التشخيصات المرضية التي قد نسمع عنها من خلال احتكاكنا اليومي بواقع الحياة الصحي. اليوم سيكون حديثنا عن ذات الرئة، دعونا نتعرف على هذا المرض وسبل الوقاية منه في المادة التالية. ذات الرئة أو ما يعرف بالالتهاب الرئوي هو إنتان يصيب إحدى الرئتين أو كلتيهما، ويكون ذلك عبر امتلاء الحويصلات الرئوية بالسوائل أو القيح بدلاً من الهواء، مما يؤدي إلى خروج البلغم أو القيح مع السعال، بالإضافة إلى ارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس. تنتقل العدوى بالسعال والعطاس أو حتى التنفس، وقد ينقل المرضى اللاعرضيون العدوى إلى محيطهم السليم قبل أن يكتشفوا إصابتهم بالمرض.
يأتي الالتهاب الرئوي في مقدمة أسباب وفاة الأطفال في جميع أنحاء العالم، فقد أودى بحياة ما يزيد عن 920 ألف طفل دون سن الخامسة، وذلك في عام 2015، ما يمثل 15% من الوفيات التي تسجل في صفوف تلك الفئة في كل ربوع العالم. يلحق هذا المرض أضراراً بالأطفال وأسرهم في كل مناطق العالم، لكنه ينتشر أساساً في جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يمكن الوقاية منه بتدخلات بسيطة وعلاجه بأدوية ورعاية صحية زاهدة التكلفة لا تتطلب تكنولوجيا عالية. يحدث الالتهاب الرئوي جراء عدد من العوامل المعدية، بما في ذلك الفيروسات والجراثيم والفطريات. تعد العقدية الرئوية أشيع أسباب الالتهاب الرئوي الجرثومي لدى الأطفال، كما أن الفيروس التنفسي المخلوي هو أشيع الأسباب الفيروسية للالتهاب الرئوي. يمكن أن ينتشر المرض بطرق عدة، فيمكن للفيروسات والجراثيم الموجودة عادة في أنف الطفل أو حلقه أن تصيب رئتيه إذا ما استنشقها، وقد ينتشر أيضاً عن طريق الرذاذ المتطاير الناجم عن السعال أو العطاس، وقد ينتشر كذلك عبر الدم، ولا سيما أثناء الولادة أو بعدها بقليل. يمكن علاج الالتهاب الرئوي الذي تسببه الجراثيم بالمضادات الحيوية. أما بالنسبة للوقاية، فتوفير التغذية المناسبة من الأمور الأساسية لتحسين دفاعات الأطفال الطبيعية، بدءاً بالاقتصار على الرضاعة الطبيعية طيلة الأشهر الستة الأولى من حياتهم، وكذلك التشجيع على الالتزام بمبادئ النظافة الشخصية. كثير منا يتعرض لمواقف يكون فيها بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة، خصوصا عما إذا ما كانت هذه المواقف متعلقة بحياة شخص قريب لنا. بعض المعلومات البسيطة التي نقدمها في هذه الفقرة قد تساعد في تعزيز ثقافة المشاهدين للقيام بالإسعافات الأولية واستدراك بعض الحالات الطارئة التي قد تواجه واحدا ممن حولنا. حالتنا اليوم قد تشاهدونها موثقة بكاميرات الفيديو أثناء نقل مباريات كرة القدم عبر التلفاز، حيث يتعرض بعض اللاعبين لحادثة بلع اللسان والتي قد تؤدي في بعض الأحيان لوفاة الأشخاص. دعونا نتعرف على هذه الحالة وطريقة التعامل معها. نسمع كثيراً في السنوات الأخيرة عن حالات بلع اللسان أو ابتلاع اللسان، ولكننا لا نعرف ما السبب. ربما البعض توفي بسبب هذه الحركة دون أن يعرف المحيطون به كيفية تقديم الإسعافات الأولية، معتقدين أن هذه الحالة تحدث للإنذار بالموت، فيقفون مكتوفي الأيدي، ولعل الجميع رأى لاعبي كرة القدم يسقطون أرضاً فجأة مع ابتلاع ألسنتهم دون أن يفهم أحد ما الذي يجب فعله. يحدث بلع اللسان بسبب خلل في الجهاز العصبي، مما يفقد اللسان التحكم في الأعصاب ويسبب ارتخاء في عضلة اللسان، وما يحدث هو ارتخاء كامل لعضلات الفكين، فيسقط اللسان في المجرى التنفسي، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تنفس الهواء ويحدث اختناق. في حال حدوث هذه الحالة عليك تحريك المصاب ووضعه على ظهره بمساعدة المحيطين، ورفع ذقن المصاب مع إرجاع الرأس إلى الوراء وإمساك جبهته بيدك، ثم ادفع على جبهة الشخص أو فكه. في هذه الحالة قد يعود اللسان إلى وضعه الطبيعي. قم بتغيير وضعه واجعله مستلقياً على جانبه. إذا عاد اللسان إلى مكانه، قم بعمل تنفس صناعي باستخدام الأنبوب الرغامي حتى يعود التنفس للمريض. لكن كن حذراً، لا يجب عليك تحريك اللسان بيدك، لأن عضلات اللسان ليست بالسهولة التي نتوقعها، فقد تسبب اختناقاً للشخص المصاب. حاول ألا تدخل يدك إلى اللعاب حتى لا يطبق الشخص بأسنانه على يدك وتتمزق. تذكر أن الشخص المصاب ليس في حالة من الوعي لتذكره بأن يفتح فمه. قم بهذه الإرشادات ريثما تأتي المساعدة الطبية من قبل المختصين. صناع الأمل،
في هذه الفقرة سنرصد مشاهدين الحملات الإغاثية للمؤسسات الإنسانية في سوريا والدور الكبير الذي قامت وتقوم به في تحسين الحالة الإنسانية لعدد من المدنيين المقيمين في سوريا. في المادة التالية سنتعرف على دور منظمة تحالف الأديان مالتي فيث في الاستجابة السريعة لمساعدة النازحين والمتضررين في مناطق الأزمات والصراعات. المناسب كما يصف القائمون على المجال الطبي في الشمال السوري تصل الدفعة الثانية من الأدوية والفيتامينات المتعددة كيركتاب عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى مستودعات مؤسسة أورينت مقدمة من منظمة تحالف الأديان مالتيفيز ألاينز بغية توزيعها على المشافي والنقاط الطبية. استلمت مؤسسة أورينت للعمل الإنساني دفعتين من المتممات الغذائية ومجموعة الفيتامينات وبعض الأدوية من منظمة تحالف الأديان. الدفعة الأولى استلمناها في شهر نيسان عام 2019. قمنا بتوزيعها على المراكز الصحية العاملة في الشمال المحرر ومديريات الصحة في الشمال المحرر. الدفعة الثانية استلمناها مؤخرا. تكمن أهمية الأدوية في هذه الدفعة بأمرين أساسيين، أولهما نوعيتها كونها فيتامينات متعددة تعتبر حاجة ملحة للحوامل والمرضعات، وأما الأمر الثاني هي كميتها التي بلغت 30,000 علبة فيتامين، إذ أن الدفعة تكفي مراكز أورينت الصحية ومديريات الصحة الحرة في إدلب وحلب وحما والساحل وعدة مشافي ومراكز صحية أخرى لمدة عام كامل، ما يعني الحل لمشكلة كبيرة في أصعب الأوقات كما يقول المهتمون بالشأن الطبي. قمنا باستلام كمية من الفيتامينات والأدوية من مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية، سيتم توزيعه على مراكزنا ومشافينا. نحن مديرية صحة الساحل، استلمنا مؤسسة أورينت كمية من الأدوية نوع كيرك، وذلك بسبب قلة تواجده في الأسواق أو غلاء الأسعار. الشح بالأدوية النوعية والفيتامينات الخاصة بالحوامل وغلاء ثمنها إن وجدت شكل أزمة إنسانية خفية لا يعرف أضرارها إلا من عايشها والعاملون في المجال الطبي، فوصول هذه الأدوية بكميات كبيرة وبشكل مجاني أحدث انفراجة كما وصف أحد المدنيين لأورينت أثناء تغطية وصولها. هذه الأدوية ضرورية تحتوي على الفيتامينات الضرورية جدا للحوامل والذين يعانون من نقص في التغذية. هذه الأدوية ضرورية جدا بسبب النقص في السوق المحلية، نقص وجودها في السوق المحلية، وفي حال وجدت فهي غالية الثمن. والجدير ذكره أن الدفعة الأولى وزعت في شهر نيسان الماضي والتي تقدر ب13,200 علبة فيتامين، في كل علبة 180 حبة، وستعمل المؤسسة لاحقا على تأمين دفعتين واستمرار توزيعهما على ذات المراكز، ويأتي ذلك ضمن سعي المؤسسة لتوفير الأدوية النوعية والمستلزمات الطبية لمراكزها وللمنشآت الصحية العاملة شمال سوريا في ظل قلة الدعم الطبي لمعظم تلك المنشآت. الحاجة الماسة للأدوية وقلتها في الشمال السوري لا سيما المفقودة منها وغالية الثمن دفعت مؤسسة أورينت ومنظمة تحالف الأديان لتأمين كميات بشكل مستمر وتوزيعها على المشافي ومديريات الصحة. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، مدينة إدلب. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام فقرات حلقة هذا الأسبوع من برنامج العيادة. نستقبل رسائلكم واقتراحاتكم حول الموضوعات التي تودون معالجتها على الإيميل التالي الموضح طبعا في أسفل الشاشة. بهذا إذن نصل إلى ختام هذه الحلقة، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.